هذا الفيديو برعاية موست بيت، المنصة التي يمكنكم من خلالها المراهنة على فرقكم المفضلة فقط من الهاتف. فإذا كنتم من عشاق المراهنة فموست بيت هي الخيار الأفضل، ولكن قبل أن تبدأوا المراهنة يجب أن يكون عمركم فوق 18 سنة. كذلك لا تنسوا استخدام برومو كود الذي هو كورة، وستجدون كل هذا في الوصف مثبت في أول تعليق. ستلعب هذه الكرة أولمو أسينسيو، أولمو أسينسيو وأسينسيو وأسينسيو مع أولمو. بونو برافو، بونو برافو يتصدى. نعم، أول اختبار لبونو مع بداية شوط المباراة الثانية. الإعادة مرة أخرى يمينية قوية. Picking out De Jong this time. Saibari pushed away. Simons didn't quite fall comfortably for him. بعض من أمام اللاعب كامبوس، ترفع كرة بعيدة عالية غوص مولينغو ياسين، سمولينغو ياسين بونو يتمكن من هذه الكرة. بعد وقف التاريخ كرة للحاضر، يلعب أنطوني جولنو، فرصة خطيرة للمان. هم الشياطين الحمر وبونو يتألق. يجب أن لا يتأخر من أجل التعديل. كرة داخل منطقة الجزوة، ياسين، ياسين في التوقيت المناسب. بونو يتصدى لمحاولة المافيا هذه الكرة وهذه المحاولة. تركيز كبير، وتركيز كبير من ياسين بونو. تلعب الكرة في العمق بيلوتيو. كاد يأتي الكرة الثاني، هاي اللعبة من سبيناتولا وبيلوتيو. نو نو يا بيلوتيو. فنانهوف strikes it. Bruno doesn't really get hold of it. The shot from De Jong is blocked by Dida. خطير المحاولة من جديد لمصلحة كاسيميرو. كرة ملعوبة أمامية. الله، هنا فيها محاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب يبعد الكرة. Saibari with the pass allowed to run and the shot pushed wide. It was Veerman. التسويق رائع، ياسين بونو عن طريق كريستيانو رونالدو اليامق على مستوى التغطية عرضية تأتي، لكن في أحضاني ياسين بونو. الكروس والثالث، مش ممكن الثالث لمانشستر يونايتد، والحارس، الحارس ياسين بونو خلصها. ماذا درت يا يونايتد؟ ماذا ضيعت؟ حكيم يعطي إشارة للتنفيذ. داني أولمو مرفوعة خطيرة. بونو، كاد يفاجئ بهذه الكرة، لكن ردة فعل ممتازة. ديماريا يوانسا، كرة جول، كرة جول، والسد العالي ياسين بونو رغم الرايح توسان فلافيت. امتدت المواجهة، كلما زاد القلق والحذر والخوف. ياسين، التحام ما بين وما بين برونو فرنانديز، يسقط على إثره اللاعبان في أرضية الملعب. هذه الكرة، هذه المحاولة العرضية، التحام. تلعب هذه الركنية، بونو ممتاز، ولا زالت صعبة، الدفاع يتدخل. بونو ممتاز. فاضل para Gudel. Jordan otra vez la presión. Lewandowski. Qué parada de Bono. La estirada de Bono. La manopla. Cómo ha reaccionado Bono a ese trayazo extraordinario. يعني الاتصال بعد نهاية مباراة اليوم. نتمنى كرة بمحاولة ملعوبة، لكن أيضا ياسين بونو، ياسين بونو. ديبالا، ديبالا، ديبالا رائعة، ديبالا خطيرة أرضية. يوي سبيناتولا وبونو الرائع والبارع ينقذ إشبيليا من كرة.
كرة جول. رائعة اللعبة من باولو ديبالا من هنالك على الجهة اليمنى، رائعة التمريرة كذلك من هنالك عن طريق جينيك، ثم سبيناتسولا، ثم بعيدة ثلاث مستمرة وقائمة خطيرة، تسديدة كيوهو، بطل يا ياسين، أسد يا ياسين. الدوري الأوروبي بعد فرناندو دي نابولي، نابولي أمام شتوتغارت عام 89. الكرة في المخالفة لصالح بيليغريني، يو 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 يا إبراهام، وخطيرة يو يو إبراهام وإيبانياس، الكرة ضاعت وفاتت ومرت. يا سلام على ياسين، هاي اللعبة وهاي الكرة مرفوعة في القائمة. الكرة تعود في الجانب المقابل، ياسين ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا ياسين، الله عليك. مانشيني من امام ياسين، بونو مانشيني، وبونو مانشيني كررها، مانشيني كررها وضيعها وضربت في ياسين بونو، بل ياسين بونو ارتوى وارتمى في الزاويه. إيبانياس بيمنى كل بيسرى، كيف ضل اليمنى إيبانياس، يو يو الركلة في مواجهة بونو، في مواجهة ياسين 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 اوهو سولير في مواجهة بونو، يلا يا ياسين يلا يا زين يلا يا ياسين سولير، الله 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 طلبتك انك تعيدها يا بونو 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 يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب، المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم.